الاستعداد. فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جياد وأفراس الانتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح، تجتمع على مسافة 1650 متر. والانطلاقة مشاهدين الكرام، ما بين كاسب المجد يبدأ الانطلاقة مع غاطي والتنافس في بداية هذا الشوط مشاهدين متابعين الكرام، وجبلتين من الخارج وغاطي في المركز الثالث، كاسب المجد في المركز الأول، ومحاولات جبلتين للتحادي مع كاسب المجد الآن على احتلال المركز الأول. يتقدم جبلتين للمركز الأول الآن، محاولات غاطي للتقدم فيما تأخر كاسب المجد مركز الثالث، ومحاولات غازمة للتقدم في المركز الرابع، محراب يتقدم للمركز الخامس، محاولات وقادة الآن في المركز السادس. مشاهدين الكرام، التقدم لجبلتين، المحاولات للتقدم من غازمة، وكذلك محاولات التقدم من كاسب المجد الآن يعود للتقدم مرة أخرى مع محراب الذي يبدأ التقدم من الخارج الآن في أول ظهور رسمي لمحراب، يبدأ مع غازمة الآن وجبل تيم في المركز الأول من الداخل، تجتاز الجياد علامة 800. مشاهدين الكرام، الصدارة الجبل تيم، محراب يتقدم الآن من الخارج مع المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، محراب يتقدم ابن الحراق للمركز الأول، محراب في المركز الأول، محاولات من عليك نور للتقدم المركز الثاني، والصدارة لمحراب في المركز الأول. مشاهدين الكرام، ابن الحراق يبتعد بالصدارة والمركز الأول، محاولات رباعة في المركز الثاني، كاسب المجد المركز الثالث، ومحاولات عليك نور